افتتح العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد بمحافظة أسوان نيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسجد الرحمة بقرية القارور، وذلك بحضور الدكتور يوسف مصطفى مدير الدعوة نيابة عن وكيل وزارة الأوقاف بأسوان وعددا من المشايخ المديرية والمواطنين، والذين عبروا عن فرحتهم الغامرة بعد إعادة بناء المسجد الذي يتكون من 3 أدوار، الأول والثاني للصلاة والثالث لتحفيظ القرآن الكريم. ها نحن الآن في افتتاح مسجد جديد من المساجد التي تشرف عليها وزارة الأوقاف وقد بنيت بالجهود الذاتية، وهو مسجد الرحمة بمنطقة الطيباب التابع لإدارة القرور بمحافظة أسوان. وها نحن اليوم في يوم الجمعة الموافق 30/10/2020 نقوم بإذن الله بافتتاح هذا المسجد، داعين الله سبحانه وتعالى أن يبارك في قيادتنا وأن يبارك في القائمين على عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذا المسجد أمنا أمانا وأن يعمر بالمصلين فيه.